ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ناجتس للأطفال. يلا بينا نشوف الطريقة سوا. الطريقة سهلة جدا وان شاء الله هتطلع شبه بتاعت بره بالظبط، يعني مش هنشتري من بره تاني خالص ابدا. يعني يلا بينا. اللي انا هحتاجه، هحتاج 4 قطع توست تقريبا، 4 شرايح هقطعهم مكعبات. انا هنا التوست انا عاملاه في البيت، فانتي لو حابة تعمليه او محتاجة تشتريه مفيش مشكلة. ايه عندي البهارات، عندي ملح وفلفل، وعندي بابريكا، توم باودر وبصل باودر، وعندي فراخ، صدور فراخ مقطعاها مكعبات. اوكي يلا تمام. اول حاجة عندي احطه في الكاتشر ماشين بتاعتي، اللي انا مقطعاه مكعبات. تمام. انا كده ضربت التوست بتاعي، انا بس كنت عايزه اوريكم بيكون شكله بيكون بالمنظر ده. تمام. بس تاني خطوه هعمل، بس هحط الفراخ عندي. تاني خطوه هحط الفراخ. وهحط معاها البهارات. انا حطيت على النص كيلو فراخ، صدور الفراخ، حطيت معاها 4 شرايح توست، وحطيت معاها نص معلقة صغيرة ملح، ربع فلفل، وعندي معلقة بابريكا، ونص باودر، نص بصل باودر، ونص توم باودر، او واحدة واحدة. يعني انتوا لو بتحبوه محبش قوي ممكن كمان تضيفوا له توم مفروم، بس انا فضلته احسن من غير توم مفروم. اوكي هحط البهارات بتاعتي وهنشغل الكيتشن ماشين. انا وريتكم التوست، حطيت معاه الفراخ اللي انا مقطعاها مكعبات، وحطيت معاه البهارات. انا نص كيلو صدور فراخ هحتاج معاه 4 شرايح توست، ومحتاجه معايا نص معلقه ملح صغيره، ربع فلفل، نحط له بابريكا وتوم باودر وبصل باودر. لو انتم محتاجين يكون محب شويه ممكن تحطوا له توم مفروم، اوكي، بس انا بفضله احسن البودر. هضرب دلوقتي كل المقادير مع بعض، وفي الاخر هوريكم الشكل النهائي. بيعمل لي شبه عجينه كده ونبدا نشكل. ده منظرها بعد ما ضربت كلهم مع بعض، تبقى عجينه كده، بيبقى سهل ان انا اشكلها وافردها. هفردها دلوقتي معاكم واقول لكم هنشكلها ازاي. حابين تعملوها اشكال، انا يعني اسهل حاجه ان انا بعملها كده بالسكينه مستطيلات او مربعات صغننه، ونشوفها دلوقتي. ما تحركش ايدك بقى ممكن. سلام. انا هفردها. اوكي لحد ما يكون سمكها بسيط شويه، محتاجه افردها بس لحد ما يكون سمكها بسيط، وهبدا بعد كده اقطعها معاكم. انا فردتها، هبدا بس اسويها. قطعتها عادي بالسكينه، فردتها، خليتها كلها سوا واحد تقريبا، وعملتها مكعبات. تمام. مربعات بالمنظر ده خلاص. هبدا بس اسيبه كده واشكلهم تاني كده بايدي، وبعدين هنحطها مع دقيق دلوقتي وبيض، وبعدين هنحط لها بقى الدقيق الذره او الكورن فليكس، بقسماط شبه ايه اللي انتوا تحبوه. اوكي يلا بينا. هنبدا ناخدها. تمام. هي ده شكلها. هنبدا نحطها في دقيق، بعدين بيض، هي هحطها في البيض. تمام. وبعدين انا هنا ده انا عاملاه كورن فليكس. تمام. كورن فليكس مفهوم. ممكن لو عندكم الخلطه بتاعت الكريسبي دي متوفره اوكي، انا ما كانتش متوفره عندي.
وممكن حابين تعملوها دقيق بس، حابين تعملوها بقسماط، يعني في الاخر النتيجة واحدة، وفي نفس الوقت بتكون حلوة جدا للأطفال، وافيد طبعا من اللي هي الجاهزة بتاعت بره، يعني دي بتكون نفس الطعم وافيد واحلى. ممكن بقى تضيفوا لها خضار، ممكن تضيفوا لها اي حاجة، بتكون حلوة جدا جدا والأطفال بيحبوها قوي. اوكي، ده عندي شكلها بعد ما عملتها بالدقيق والبيض. انا حطيت لها كورن فليكس تمام مطحون. ممكن عندكم خلطة الكريسبي، اوكي ممكن تعملوها دقيق، اوكي ممكن بقسماط مطحون، يعني اللي تحبوه. في الاخر النتيجة واحدة، لان هو طعمها بيكون حلو جدا والاطفال بتحبها قوي، وطبعا افيد واحسن واضمن من بتاعت بره يعني. بس اوكي، يلا بينا هنقليها بقى دلوقتي ونشوف شكلها ايه، ووريها لكم برضو من جوه عاملة ازاي. يلا بينا في الزيت بتاعنا. دلوقتي هبدأ احط الناجتس بتاعتي في الزيت. تمام، هسيبها شوية. دلوقتي حطيناها خلاص في الزيت، وده شكلها لما طلعت، طعمها حلو جدا. جربوها وهتعجبكم قوي ان شاء الله. ناخد رأي يونس فيها دلوقتي. حلو حلو يامي. يلا باي يونس، باي يونس.